السلام عليكم ورحمة الله طلاب المرحلة الثانية، أرجو أن تكونوا جميعا بخير. اليوم إن شاء الله راح ناخذ اليونت الثالثة، يونت 3. العنوان مالتها هو It all went wrong، يعني كل شيء مشى بصورة خاطئة. إن شاء الله بهاي اليونت راح نتطرق إلى موضوعين مهمات، هو الـ past tenses والـ word information، و راح يكون بيها معلومات مهمة عن الأزمنة وشلون نحول الأفعال خصوصا إلى زمن الماضي. فراح يكون عندنا الستارتر here are the past tense form of some irregular verbs. نحن عندنا أفعال ماضية للأفعال الشاذة. write the infinitives اكتب المضارع أو الأفعال المجردة مالتها. فعندنا نمبر 1 راح يكون وير، راح يكون الانفينيتيف مالتها بي فقط بي. يعني عندنا نمبر 2 سو رأى راح تكون سي. نمبر 3 وينت ذهب جو راح يكون الفعل الانفينيتيف مالتها. نمبر 4 تولد اخبر راح يكون تيل يخبر. سيد سي قال قل. هاد هنا ربما تجي اذا اجت فعل رئيسي راح يكون امتلك معناها، واللي راح يكون عندنا هاف يملك. نمبر 7 راح يكون توك اخذ تيك راح يصير. عندنا جيف اعطى جيف يعطي. جوت حصل راح يكون جيت يحصل. كود الافعال الأفعال المساعدة الأخرى، فراح يكون عندنا استطاع هنا، وراح يكون عندنا الفعل مالتها كان. ميد صنع راح يكون ميك يصنع. ديد نورمالي تجي كفعل مساعد، هنا جاء فعل رئيسي فراح يكون عندنا دو هو الانفينيتيف مالتها. انتهى هذا التمرين. عندنا بهاي الصفحة كذلك عندنا قطعة صغيرة وبها أسئلة، فراح أقرأ لكم القطعة مع الترجمة مالتها ونروح للأسئلة مالتها. فراح يكون عندنا القطعة عنوانها هي The Burglar's Friend، معناها الصديق اللصوص، يعني هنا Burglar خصوصا اللصوص المنازل Burglar نسميهم. طبعا هنا جاية اس الفارز جاية خارج، لو خليناها الفارز هنا راح يعني راح يكون the burglars نفس اللفظ تقريبا. friend راح يكون صديق اللص، صديق اللص بما انه جت خارجا فراح تكون هذا مجموع بس وقت للتملك هالس، فراح يكون burglars friend. فراح نبدأ القصة. تقول it was 3 o'clock in the morning، كانت الساعة 3 صباحا. When 4-year-old Russell Brown، عندما الطفل اللي هو عمره 4 سنوات، 4-year-old Russell Brown اسمه، woke up to go to the toilet، يعني راح يكون عندنا استيقظ woke up الماضي مال wake up to go حتى يذهب to toilet للتواليت. his parents أبويه معناها were fast asleep كانا يغطان في نوم عميق. fast asleep طلاب هنا جاية مو سريع، جاية هنا عميق يعني asleep صفة هنا جاية. okay in bed بالفراش. but when he heard عندما سمع، هو سمع هاي الماضي مال hear، a noise ضوضاء in the living room في غرفة المعيشة واحنا نسميها الهول. and so ورأى a light was on والضوء كان on يشتغل مشتغلا يعني. he went downstairs معناها هو ذهب downstairs للأسفل. okay there هنالك he found two men وجد ماضي مال find رجلان. they هم الرجلان او الرجلين ask him
سألوه his name عن اسمه and told him وأخبروه they were friends of the family. كانا they were كانا أصدقاء للعائلة. Unfortunately يعني لسوء الحظ راسل اللي هو هذا الطفل اسمه believe them صدقهم. They ask him وسألوا هم سألوا where the video recorder أين يعني was هنا تكمله where the video recorder was أين كان أين يكون هنا الفيديو الفيديو مالتهم. راسل showed them يعني الطفل هذا راسل شوفهم and said وقال they had a stereo and CD player too بأنهم they had يقصد على عائلته يمتلكون stereo و CD player إلى آخره. The two men يعني الرجلان carried those to the kitchen يعني حملوا ذني الأشياء اللي هم stereo tape وال CD player والفيديو كاسيت إلى المطبخ. راسل also told them راسل كذلك أخبرهم that his mother بأن أمه kept تحفظت أو تحفظ ماضي هذا مال keep her purse يعني المحفظة مالتها بحقيقة الأمر purse معناها جزدان يعني أوكي in a drawer في المجر مجر in the kitchen مجر بالمطبخ. So لذلك they took that لذلك هم أخذوا البيرس مالتها اللي هو الجزدان. راسل even gave them راسل حتى أعطاه كذلك معناها أعطاهم his bucket money يعني خرجيته مصروفه الجيبي اللي هو 50 pence العملة الإنجليزية. Okay they finally left at 4 a.m. يعني وأخيرا هم تركوا المكان 4 a.m. يعني الرابعة صباحا لأن هي بدأت العملية بثلاثة الصباح. They said يعني هم قالوا will you open the back door while we took these things to the car يعني ممكن أنت تفتح الباب الخلفي إن عندما احنا نأخذ ذني الأشياء للسيارة to the car because we don't want to wake mommy and daddy ليش بسبب احنا ما نريد نيقظ نقعد المامي والدادي. Do we يعني مو هيك معناها do we هاي يسموها الأسئلة الذيلية اعتقد مرة عليكم. So Russell held the door يعني ذلك راسل مسك الباب open مسكها مفتوحة for them إلهم. He told العفو he then went back to the bed بعد ذلك هو عاد إلى الفراش. His parent يعني أبويه didn't know لم يعلموا about the burglary يعني عن السرقة until they got up the next day إلى أن استيقظوا باليوم التالي بالصباح يقصد هنا. His father said يعني أبوه قال I couldn't be angry with Russell ما أقدر أكون يعني ما أغضب عليه يعني ما أريد أغضب عليه okay وياه because he thought he was doing the right thing بسبب هو كان يعتقد هو doing يعمل the right things. Fortunately يعني هنا نعكس هاي unfortunately هنا unfortunately يعني لحسن الحظ the police catch the two burglars last week يعني مسك السارقين ذولا الأسبوع الماضي. خلصت هاي القطعة الأسئلة طلاب. طبعا هاي بيج 22 عندنا الأسئلة عليها راح تكون بسيطة جدا عندنا بالبيج. طبعا هو هذا راسل طفل عمره 4 سنين و يعني هنا أنا مثلا بيج 23 راسل 4 made thief feel at home يعني هنا معناها الجملة جعل السراق يشعرون كأنه في بيتهم feel at home يعني كأنه في بيتهم أو بين قوسين يأخذون راحتهم. على كل حال فراح تكون عندنا السؤال المتعلق فراح يكون نمبر 2 اللي شو يقول write the past form of these irregular verbs from the article عندنا 8 verbs نريد نكتب الباست فورم مالتها
اللي موجودة هم بالارتكل. فراح أول واحد راح أشير لكم إياها طلاب، عندنا الويك معناها يستيقظ، اللي هي راح تكون عندنا، خلي أرجع عليها يعني حتى بسم الله راح أرجع، راح يكون عندنا الويك أول وحدة، راح يكون عندنا ووك هنا أنا معناها استيقظ، هاي مع الويك. عندنا هير يسمع، الماضي مالتها راح يكون عندنا، يكون عندنا heard، he heard a noise، سمع، هاي الماضي مالتها. عندنا find، يجد او هاي راح يكون عندنا ال find راح يكون عندنا الماضي مالتها، found، he found، وجد، تمام. راح يكون عندنا keep اللي هي يحتفظ، اوكي، فراح يكون عندنا الماضي مالتها هنا أنا موجودة عندما قال لهم هم تحتفظ بالبيرس مالتها، keep her purse، هذا kept الماضي مالت ال keep، تمام. عندنا leave، عندنا leave يعني يترك او يغادر. عندنا الماضي مالتها راح يكون عندنا أنا آخر جملة اللي هي راح يكون they finally left، left غادر أو ترك، ناجاية غادر معناها left الماضي مال leave. وعندنا hold يمسك، hold يمسك راح يكون عندنا الماضي مالتها held اللي هي هاي هاي، so Russell held the door، held هي الماضي مال hold، تمام. وعندنا اخر اثنين راح يكون عندنا think، think يفكر او يظن هنا أنا. طبعا جاية يظن هنا أنا. then عندنا he thought، he thought يعني راسل because he thought، ظن، اوكي، طبعا نفس الشيء ظن او فكر. فتبقى عندنا اخر كلمة بهذا التمرين اللي هي catch، مسك، يمسك، هاي هنا ندور على مسك الماضي مالت يمسك، فراح تكون عندنا coat، coat the two burglar last week، هاي مالتها الماضي. خلص التمرين، خلصت القطعة مالتنا. طبعا هاي اللي هنا الجرامر سبوت طلاب تقريبا كليتها هنا regular verbs، فما راح اتطرق لها، وطبعا هي موجودة بيج 131، اوكي. هذا التمرين كذلك ما راح اتطرق له، هنا عندنا listening، فبعد ما عندنا شيء بهاي البيج. هاي الصفحة طلاب بيها قطعة كذلك راح نقراها وراح نعرف شنو بيها، وبيها تمارين اثنين يعني على نفس القطعة بيها تمرينات اثنين. طبعا هذا التمرين وهذا التمرين هسه راح اشوفكم، بس خلنا ناخذ العنوان اللي هي partners in crime يعني شركاء بالجريمة، past simple and continuous معناها الماضي البسيط والمستمر. العنوان القطعة والارتكول راح يكون the thief lost his mother وام يعني امه and $2 billion معناها $2 مليار. خلي قلب ما ابدي اقراكم، بس خلي اشوفكم شنو الموجود بيها. شوف حسن يقول نمبر 1، يقول check the meaning of these verbs يعني شوف المعنى مالتها. what are the past form، هذا حولها للباست فورم، لصيغه الماضي. which two are regular، تقريبا كلها irregular شاذة ما عدا اثنين اللي هي راح تكون عندنا الفل والديستروي اللي هي regular، لان الفل الماضي مالتها filled، الديستروي الماضي مالتها destroyed. هسه خلص هاي بس كون انت هسه راح احاولكم اياها الماضي من ابدي اشتغل ويا القطعة حتى نشوف شنو راح يصير. عندنا نمبر 2 هو شو يقول، يقول read the newspaper story يعني قصة من النيوزبيبر من الجريدة، and write the past forms واكتب الباست فورمز of the verbs in exercise 1 هذني in the
gaps بالفراغات من 1 to 8. هنا عندنا فراغات من 1 to 8، لازم نحول ذني الأفعال للماضي ونجي نمليها هنا. كذلك عندنا number 3 يقول answer the question، هاي خاصة بالقطعة ما راح أخذها لأن عندي number 4 أهم. number 4 اللي هي من A to E راح نملي بها ذني النقاط، فراح يكون عندنا two types of gaps، يعني نوعين من الفراغات. عندنا إما ثلاث نقاط راح نستخدم من ذني، أو فراغ راح نستخدم من هاي الأفعال بعد ما نحولها للماضي الباست تنس. تمام، خلينا نبدي نقرأ القطعة. القطعة صغيرة جدا بس هي بها معنى لطيف. الشخص هو هذا الثيف اللص، هو اسمه بير دوبليري، 33 from Alsace in France، اللي هو من فرنس. بير دوبلاي is the greatest art thief in Europe، يعني هو أكبر سارق للفن في أوروبا. Between ما بين 1995 and 2004 and يعني بين هاي السنتين، فراغ أو هذا ثلاث نقاط قلنا نأخذها من هنا، وعدنا فراغ. أنا راح أترك حاليا هذا الثلاث نقاط هسه بالمرة بعدها، راح من أقرأها سريعا راح أخليها حتى ما يصير باك عند الطالب، فراح أهتم بس هذا الفراغ. هي نمبر 1 فراغ جاب 239 paintings هنا from museums in France، من المتاحف في فرنسا. هنا راح تيجي معناها سرقة، هو سرقة الماضي مال يسرق، يعني 239 قطعة فنية من المتاحف في فرنسا، فراح يكون عندنا الماضي او الفعل اللي يشتغل به هذا، راح يكون عندنا steal هو المضارع، وراح يكون عندنا الماضي مالتها stole stole، بس نشيل اي اي نخلي او ونخلي اي بعدين وراها يصير stole، فراح يكون he stole 239 paintings from museums in France. طبعا هنا من مو بس ان فرانس، استريا يعني النمسا and دنمارك، والدنمارك. He went into the museums، هاي فراغ عندنا هنا and، هنا راح يكون عندنا and فراغ the paintings under his coat، يعني الرسومات تحت الكوت مالته راح تكون عندنا يخفي او اخفى، هنا لازم نستخدم فهايد، فعندنا هايد راح نحولها للماضي فراح تصير هيد اتش اي دي، نشيل الاي وترهم هنا، راح يكون اند هيد ذا paintings والرسومات اندر هيز كوت nobody looked at him، يعني ولا احد نظر الى او تابع يعني. باك ان هيز ابارتمنت، بالعوده الى الشقه مالته، فراغ هنا راح نتركه. هي فراغ هيز بيدروم with a priceless work of، هنا أنا راح أصير ملأ الغرفة مالته his bedroom with a priceless work of art، معناها أعمال فنية لا تقدر بثمن. priceless معناها لا تقدر بثمن، work of arts أعمال فنية، فراح يكون عندنا full هنا أنا راح هي هذا الregular verb، راح تكون عندنا filled بس نخلي الأيدي. he filled his bedroom with priceless works of art. his mother self okay 53 فراغ all the paintings والدته سالفي عمرها 53 سنة. هنا فراغ all paintings were copies، يعني هنا راح تجي اعتقدت انه كل البينتينجز كانت نسخ يعني مو اصلية، اوكي، فراح نكون اعتقد اللي هي think، راح نحولها الماضي thought، اخذناها بالقطعة قبل شوية thought all paintings were copy. one day فراغ هذا راح نتركه. the police يعني احد الايام the police arrived and they bear يعني اخذوا، هنا راح فراح يصير
took الماضي مال take took the pier to the police station. Salvi was so angry with her son. يعني والدتها كانت كلش غضبانة على ابنها. الوالدة كانت كلش غضبانة على ابنها. That she went to his bedroom بحيث انها ذهبت الى الغرفة مالته. Took some paintings اخذت بعض الالواح from the walls من الجدران مالته. And هنا راح يكون them into the small pieces راح يصير cut. Cut هي نفسها cut them cut هاي them into the small pieces. Other she took والأشياء الأخرى اللي أخذتها اللي هي أخذتهم. And فراغ in the into the river راح تكون through اللي هي راح تكون فقط نبدل حرف ال O بال E through نفس اللفظ through into the رمتهم معناها بال river. All together احنا نقول شي على شي شي فراغ ما بقت غير علمك كلمة destroy راح هاي هذا regular verb destroyed art worth يعني فن يساوي او يقدر 2 billion dollars ب2 مليار دولار هي دمرت هذا الفن. خلص هذا الverbs خليناها بالجابس مالتها. سنجي سريعا راح امر على ذني الثلاث نقاط فحتى بس نشوف. فناش يقول between 1995 and 2004 راح يكون عندنا اول وحدة be طلاب be while he was working as a lorry driver يعني بينما هو كان هنا الطلاب خلي ببالكم الفراغات هنا كلها مليانها بس حتى ارجع اذكركم بالشيء المهم عندنا past simple and continuous كل هذين الفراغات اللي اعتيادية هي past simple اللي هي الماضي البسيط هذين كليتهن الكونتينوس الماضي المستمر فراح تكون اول وحدة بي while عندما كان هو يعمل كسائق لوري اوكي فالفراغ الثاني راح يكون he went into the museums اوكي فراح يكون عندنا سي just as they were closing يعني فقط او في لحظة عندما كان هم يريدون يغلقون الميوزيومز اوكي هنا راح يكون nobody looked at him اوكي فراح يكون عندنا e because he was wearing a security guard uniform يعني بسبب هو كان يرتدي يونيفورم معناها ملابس مال security guard ملابس مال حماية او شرطة او فشي هيك يسموها security guard back in his apartment اوكي فراح يكون عندنا هنا اي where he was living with his mother يعني حيث هو كان يعيش مع his mother مع امه اوكي one day فراغه هنا راح يكون عندنا دي while they were having supper يعني عندما او بينما كان هم طبعا هو وامه having يعني having supper معناها اما يتعشون يعني يتعشون اقرب للصورة كانوا يتعشون يتناولون العشاء عندما البوليس arrived اوكي فخلص هي فراح يكون عندنا بس سريعا راح يكون عندنا اول وحدة بي هذا بي راح يكون عندنا ثاني وحدة سي هاي سي هنا وراح يكون عندنا الثالثة اي وبعدين الرابعة راح يكون عندنا اي واخيرا الخامسة راح يكون عندنا بها الدي خلص خلصت هاي القطعة مع الاسئلة مالتها ما عندنا شي هنا بالجرامر برونانسيشن اوكي الصفحة اللي بعدها طلاب كلش مهمة هاي بها تمارين اثنين اعتقد بس احد هذين التمارين اثنين وانتي هذا الفيديو حتى ان شاء الله على الفيديو او الفيديوهات القادمة نكمل بقية لان بها بعد اسئلة وبها كذلك بعد ريدنج اخرى فعندنا هاي الصفحة راح يكون بيج 25 فراح يكون بها البراكتس ديسكسنج جرامر نمبر 1 choose the correct verb form يعني اختار الصيغة الصحيحة ف
فراح يكون عندنا طبعا هو مطينا صيغتين، يعني الصيغتين خلنا اقول لكم اياها بالماضي، بس واحد ماضي بسيط وواحد ماضي مستمر. انت بس حتى تشوف الكيس، كمل الجملة، شوف الكيس مالتك بالضبط، يا هو يرهم وياها الماضي البسيط او المستمر وحاول تختاره. بس انا راح لكم اياها واوضح لك ليش. يعني هنا اول نمبر 1 يقول I saw او I was seeing، شوف هنا شلون هذا الماضي البسيط، هاي رجعت الماضي المستمر بها انجي a very good program on the last night. طلاب هنا حدث وانتهى، هو دي يحكي عن حدث وانتهى، ما صار بنص الحدث فعالية، فراح يكون عندنا الماضي البسيط هي الصحيح. I saw a very good program on TV last night، لأن حدث انتهى. Number two, while I shopped أو I was shopping this morning, I lost or I was losing my money. I didn't know how. هنا نشوفه بها حدثين، ما دام الوايل عادة معناها اكو فت فعالية مستمرة، فانت تختار المستمر، يعني سواء طبعا مضارع او ماضي. هنا الماضي المستمر، فراح نقول while I was shopping، يعني بينما انا كنت دا اسوق this morning هذا الصباح، I هنا راح يصير فعالية محكمة، انتهى الموضوع. فراح تقول، ما تقول I lost، يعني لحد الان انت بعدك دا تضيع الفعالية، هي ضاعت وانتهى الموضوع. فراح تقول I lost my money، يعني ضيعت الفلوس مالتي. I didn't know how، ما اعرف، لان هذا هنا نشوف اثناء التسوق اني صار فد حدث والحدث انتهى، يعني بعد خلص. ف I don't know how، يعني شلون ضاعت. اوكي، فعندنا نمبر 3 راح يكون عندنا last week the police stopped Alan in his car because he was. هنا شوف last week فعالية، هسه البوليس وقف، انتهى الموضوع، مو بعد ما وقفه واثناء عملية التوقف، فهو وقف. فشو نقول؟ نقول last week the police stopped Alan in his car because، هنا الفعالية ليش كانت مستمرة؟ because he was driving at over 80 mile an hour، لأن هو كان يسوق يعني over أكثر من 80 ميل بالساعة، 80 ميل في حدود 120 كيلومتر. أوكي، فراح يكون عندنا هنا the police stopped، وهنا why because he was driving. أوكي، number 4 راح يكون how did you cut were you cutting off. هنا ما دام سؤاله منتهي ماكو فت فعالية، يعني رئيس راح تقول له how did you cut your finger، يعني شلون انت جرحت، او يعني مو قطعت، هنا جاي جرحت الاصبع مالتك. فراح يكون عندنا number 5 راح يكون عندنا I was cooking and dropped أو يعني I dropped or I dropping the knife. هنا أنا طلاب راح يكون عندنا من هي الفعالية المستمرة؟ الفعالية الطبخ، من الحدث الحدث حدث فجأة وخلص وانتهى ال drop، يعني فراح يكون I was cooking، يعني كنت أطبخ، and dropped وأسقطت the knife السكينة. فأكو فت حدث مستمر وأكو حدث ببطنة بس ينتهي، يعني ينتهي في لحظة، بس تبقى فعاليات الحدث الأكبر هي الاستمرارية. أخيرا آخر جملة نمبر 6 when I arrived أو was arriving at the picnic، يعني عندما وصلت أو دا أوصل، هنا راح تكون when I arrived، يعني حدث أني من وصلت، مو من دا أوصل، من وصلت when I arrived at the picnic، يعني الحفلة everyone had or was having a good time، راح تكون عندنا everyone was having، لان هي حفلة وبيكنيك وبعدهم مستمرين بها، بس انا الوصول مالتي حدث، الفعالية كلها هي having a good time، يعني فراح يكون everyone was having a good time. تمام، number 2 كذلك التمرين نمبر 2 كذلك راح يحكي لنا على الاستخدام الباست سمبل والباست كونتينوس. عندنا افعال وعندنا فراغ، انت لازم تقرر حسب الجمله كليتها هل انت تحول هذا الفعل، طبعا قطعيا تحوله الماضي، بس هل هو انت راح تحوله
الماضي البسيط أو الماضي مستمر اعتمادا على الجملة اللي انت راح تكون. فراح يكون التمرين يقول complete the sentence with the verbs in the past simple or past continuous. فراح يكون عندنا number one. طبعا تماما هي تعتمد على الجملة، بس مرات اكو كلمات شوية تعطيك hint يعني مساعدة بسيطة. فعندنا number one يقول while I، طبعا دائما الوايل شير للاستمرارية استخدمناها أنا مثل ما قلنا. فنقول while I، while I هنا أنا لازم تحولها مستمر، was going to work this morning، يعني بينما كنت ذاهبا. اكو فد فعالية بالموضوع للعمل هذا هنا أنا اكو فد حدث صار ضمن الفعالية. بس خلي ببالك الفعالية معناها استمرارية، حدث معناها حدث ماضي ونحكم عليه وانتهى. فش راح يكون الحدث؟ الحدث في ضمن هاي الاستمرارية I meet، راح نحولها للماضي، راح يصير I met بس نشيل واحد من الايات، an old friend I، لان التقيت بصديق او زميل قديم. نمبر 2 شو يقول هنا؟ هنا انتبهوا نفي، يعني شلون تنفي بالمستمر وشلون تنفي بالبسيط، هاي مهم جدا. فراح يقول I not want to go to get up this morning، راح يكون هنا هذا حدث ومحتوم عليه يعني مو فعالية. فيقول I did not want، من تريد تنفي بالبسيط، هنا راح نستخدم البسيط، من نريد ننفي نستخدم did. I did not want to get up this morning. It هنا اكو فد فعالية، لشوف هذا حدث خلص انا ما اريد اقوم الصبح. ليش؟ لان اكو فد فعالية مستمرة. شنو الفعالية كانت؟ It was raining، كانت تمطر. It was raining and it was cold، وكانت شنو باردة جدا يعني. And my bed was so warm، وكان فراشي جدا دافي، فأنا ما ردت أقوم أروح لل أو ما ردت أستيقظ هذا الصباح. نمبر 3 نمبر 3 راح يكون عندنا هنا أكو فد فعالية، وأكو يقول I was listening to the news on the radio، هنا فعالية الاستماع على الراديو عندما حدث صار. When the phone rang، عندما دق التليفون، هنا حدث هنا فعالية. اوكي نمبر 4 طبعا هاي التكملة مالتها. But when I picked، هنا ايدي تحط لها لان مضارع بسيط. When I picked up the phone there was no one there، ليس لم يكن هنالك شخص احد، يعني لم يكن هنالك اي احد موجود على التليفون. اخر جملة اخر تمرين بهاي المجموعة راح يكون عندنا I say hello، هنا حدث راح يكون I said as S-A-I-D I said hello to the children but they didn't say anything، لكن هم يعني أنا قلت hello للchildren لكن هم لم يقولوا أي شيء. Because they، شوف هنا أنا حدث هنا أنا كفعالية، because they were watching، they هاي were هاي تستخدمها. Okay they were watching television، كانوا هم دي شاهدون التلفزيون. Okay خلص هذا التمرين طلاب، يعني هنا عندنا fortunately unfortunately يعني لحسن الحظ لسوء الحظ الى اخره. بعد ما عندنا شيء بهاي الصفحة خلصت، ما عندي شيء بعد اي شيء بها القطعة ما راح اخذها. بعدها ان شاء الله على الفيديو القادم اللي راح تكون هي عندنا reading and listening، وعندنا قطعة وبها مجموعة أسئلة، فراح تماما يتخصص فيديو كامل لهذه القطعة. أوكي اللي هنا أنا منتهي هذا الفيديو، شكرا جزيلا وإلى اللقاء.